أكيد رح نقول مبروك لاتحاد كلبة اللي كان أقرب إلى الفوز أبو عوف. صحيح، قدم كل شيء في المباراة ويستحق نتيجة أفضل من اللي طلعت فيها المباراة. هو كان أخطر على مرمى علي خصيف، تألق علي خصيف في كثير من اللقطات في اللذوذ عن مرماه. كلبة قدم مستوى راقي جدا خلال 90 دقيقة، وكان يمكن ند قوي جدا لفريق الجزيرة وهو بطل الدوري. صحيح الجزيرة حصل على بعض الفرص، لكن فرص فريق اتحاد كلبة كان هو الأخطر. أنت بتقولوا تشلبة ما هي؟ تشلبة، اتحاد تشلبة. نعم. أي تشلبة. نعم. وقرار ضربة إلغاء ضربة الجزاء صحيح. صحيح. أبو محمد. يا أبو محمد. يلا ألو. هلا هلا. هلا بالشيخ، هلا بالحبيب. معانا أنت ولا وين؟ أيوه معاك. معانا وين؟ لا بعد يستفسر. معانا وين؟ معانا وين؟ قرار الأهلي. على الهوى يا الحبيب. طيب كلم أبو كرم لأنه طالع على الهوى. أنت على الهوى. لا أنت على الهوى يا أمور. ما يسمعني على الهوى. ما يسمعني. أوكي. طيب. بس نجرب. تسمعني يا أبو محمد؟ سامعك، لكن الآن يمكن ربما عاد الصوت. عاد الصوت يا حبيبي. عدنا والعود أحمد. أعطينا نسمع صوتك لنشوف. ما عاد الصوت؟ ما فيش صوت. ما فيش صوت. صوت. ما في صوت. في صورتك الحلوة عم نتفرج عليها. شو بدك أحلى من هيك؟ أيوة عارفانين. لا صوت، لا صوت. طيب أوكي. طب تعال نعمل هيك. اشرح لي. تتكلم بالإشارة. اشرح لي. يلا يلا اشرح لي. هذا تبع هيك. يلا قول. طيب في مباراة تانية من دوري أدنوك. أدنوك أنت مع البترول ما بعرف شو بيظبطوا.